عايز يعني واحنا بنتكلم على الموضوع ده كمان الجانب الاخر الخاص بعنصر التدريس. اخر مره حضرتك كنت مشرفنا في البرنامج على التليفون، كنا بنتكلم على القرار اللي حضرتك وصفته بانه قرار مهم ويدخل في نطاق القرارات التاريخيه، يعني الخاص بالزياده السنويه الخاصه بطلاب، انا اسف، بالمدرسين اللي هو 30,000 كل سنه. هل بدات الاجراءات الخاصه بيهم فعلا يا فندم؟ واحنا في عمل مستمر الحقيقه بين الوزاره عندنا وبين اطراف اخرى في مؤسسات يعني في الدوله، زي طبعا جهاز التنظيم والاداره ووزاره الماليه هم اللاعبين الرئيسيين معانا. بنعد حاليا بطاريه الامتحانات الخاصه بالمتقدمين لهذه التعيينات، لان زي ما قلت حضرتك شيء هام جدا 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 ان احنا نضخ هذا العدد من المعلمين كل سنة لأسباب كتير، لعلاج العجز اللي هو مختلف من مكان لمكان ومن مادة لمادة، فأنا عاوزين نحل ده قدر إمكاننا، ويمكن نحتاج أعداد أكبر من دي، بس الحمد لله عندنا هذا العدد دلوقتي. والحاجة التانية إن إحنا بنطور التعليم سنويا، فخلال الخمس سنوات الجاية هيبقى في احتياج متزايد لمعلمين مؤهلين على المناهج اللي عمالة تتغير. كمان لما نمشي في خطة الإسراع في التعليم اللي عن طريقها هنحاول بدل ما بنغير منهج سنة دراسية كل عام هنحاول نعمل 3 سنوات مع بعض، فبالتالي يعني هتلاقي إن من هنا لحد سنة 25 هنبقى محتاجين لنوعيات من السادة المعلمين بتدرس مناهج جديدة تماما في الصفوف، بقى مش بس الابتدائي واعدادي وثانوي. فعشان كده الخطه زمنيا مفروشه على 5 سنين، وكل سنه بتدور على مراحل معينه نسد فيها العجز في العدد وفي نوعيه التدريب. طب هل ده معناه ان حضرتك كمدرس داخل يقدم على الشغل ده هيبقى محتاج تخصصات جديده، ولا حضرتك بتستقبلهم وبعد كده يبدا تدريب كل واحد بشكل يعني وفقا لقواعد معينه؟ هتحتاج تخصصات جديده خالص ولا هي نفس التخصصات؟ في الاول هتبقى تخصصات متعارف عليها، يعني زي معلمين في رياضه الاطفال ومعلم فصل ما يسمى معلم الفصل، وبعد شويه نروح لمعلم الماده، وبعدين هيبتدي في تخصص اعلى من كده مع مرور الاول مرحلتين ثلاثه من التعيين الى معلم مواد قد تكون جديده. هو احنا هنعمل مؤتمر صحفي يا شريف بعد يعني اسابيع قليله جدا، نعمل فيه كل نشرح للناس ايه المطلوب وهنبتدي بمين وفين وهتتنفذ ازاي ومين اللي هيعمل الامتحانات وكيف نضمن الشفافيه يعني الكتالوج كله الخاص بالقواعد الاختيار والتقدم والتخصصات والمواصفات وازاي تقدم وهيتم اختبارك ازاي، ده يعلن بعد اسابيع؟ لا يعني قريب، خلال الاسبوعين الجايين او اقل او اكثر قليلا يعني. مفهوم، علشان اللي هيقدم بقى يمشي على القواعد دي، ده المانيوال يعني. بالظبط، وكل سنه هنمشي هندور على ايه وفين وفي انه اماكن بالظبط، وكيف بيترقوا ازاي وبيتدربوا ازاي، وايه التدريب المطلوب قبل استلام المهمه وايه المطلوب بعد استلام المهمه.